هنا مثال أمامنا على البروسيجر مانيوال. هذا يعني فورما لعمل البروسيجر مانيوال أو عمل فحص من فحوصات البروسيجر مانيوال، وبناء عليه بيتم عمل تسجيل فحوصات على هذه الفورما اللي بتشكل في مجموعها هو البروسيجر مانيوال. فلو احنا بنتكلم عن مثلا على الاي اس ار، فحص الاي اس ار او الاريثروسايت سيجمنتيشن ريت، بنسمينه الستاندرد اوبريتنج بروسيجر او البروسيجر مانيوال او ستاندرد اوبريتنج بروسيجر. الستاندرد اوبريتنج بروسيجر اللي هو بيتكون نفس الشيء اللي هو البروسيجر مانيوال، بيتكون من مجموع الفحوصات اللي هو بيسويها المختبر. وهذا المثال على فحص من الفحوصات كيف بيتم تسجيله بالترتيب المنظم. لاحظ هنا احنا حكينا قلنا العنوان لازم يكون full names او الابريفيشنز او الاختصارات، واذا كان في اسماء alternative names بدك تسجلها. فعندي هنا الاريثروسايت سيجمنتيشن ريت، هذا الفول نيم، في عندنا الاي اس ار ابريفيشن او اللي هو الويستر جرين ميثود. هنا اللي هو ترميز رمز للفحص اللي هو A001. فرضا لو احنا بدنا نقول انه الفحوصات الهيماتولوجي بتاخد مثلا رمز A، البايوكيمستري بتاخد رمز ال B، الميكروبيولوجي بياخد رمز ال M، الاميونيتي بياخد رمز ال I وهكذا. فانا عندي مثلا الهيماتولوجي اخذ رمز ال A ف001، الان الفحص الثاني A002 وهكذا في تدرج. فهذا بيكون رمز للفحص اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الـ ESR. البيج رقم 1 طبعا بتتسجل، قلنا اما في اسفل صفحة او اعلى صفحة مش مهم، المهم انك تمشي على نفس الكونسيستنسي وضلك نفس النسق، مش مرة فوق ومرة تحت. فخليك انت يعني اخترت ان يكون رقم الصفحة فوق والرمز الفحص خليه فوق. الاوثورايز سيجنتشر اللي هو هنا الامضاء اللي احنا حكينا عليه اللي هو مضية المدير والتاريخ المراجعة. احنا قلنا لازم يكون في مضية للمدير الاكاديمي او الفني زائد اللي هو تاريخ الامضاء اللي هو تاريخ المراجعة. فهنا الاوثورايز سيجنتشر بيمضي هنا، والايشوينج ديت اللي هو مثلا ابريل 2000، نيكست ريفيجن ديت بيكون السنه الجايه اللي هو 12 ابريل في 2001. فالايشوينج ديت اللي هو هنا تاريخ المراجعه الحالي اللي هو مضاء المدير، احنا فرضا مثلا في 12 سنه 2000 يبقى بده يسجل النيكست ريفيجن ديت وقتيش المراجعه الثانيه برضه في ابريل او 12 ابريل 2001. الستاف ايبل تو بيرفورم، مين الناس اللي هم المفروض انهم القادرين على عمل هذا الفحص؟ فبيكتب لابوراتوري اسيستنت اند هاير من عند المساعد الفني المساعد فما فوق، لانه في بعض الفحوصات بدها مثلا ناس يعني حملت ماجستير او دكتوراه يعملوه زي الموليكولار تكنيكس وما الى ذلك او السيل كلتشر، وبالتالي ما بينفعش مستويات يعني متدنيه من التعليم يسويها. وبالتالي هنا الناس المؤهلين مثلا هذا الفحص كتب لابوراتوري اسيستنت اند هاير، من لابوراتوري اسيستنت فما فوق. طيب البرنسبل اوف ذا تيست ميثود اللي احنا ذكرنا اللي هو بعد العنوان بيجي البرنسبل، هذه فكره عن اللي هو الفحص، يعني ليش بنسويه وايش الفكره من وراء اللي هو ترسيب كرات دم الحمراء. الكلينيكال طبعا اللي من ضمن البرنسبل كلينيكال سيجنيفيكانس اوف ذا تيست، ايش الاهميه السريريه لهذا الفحص، احنا لمين بنعمله وليش بنعمله، ولو كان عالي ايش يعني، ولو كان منخفض ايش يعني. الان عندنا هنا السبيسمين، السبيسمين العينه اللي هو بتاخدها ايش طبيعتها، ايش اللي حكينا الايديتا او الانتيكوجنت اللي مستخدم، هذا طبعا مهم. الفريش فينس بلاد او فريش ايديتا بلاد وما الى ذلك، المهم الشروط تبعت الفحص. هنا كمان بقول لي الاكويبمنت ريكويرمنتس، ايش الاشياء والادوات والمحاليل اللي احنا بنستخدمها برضو ذاكرها. هنا كمان الريجنت اند ستين ريكويرمنت، ايش في ريجنت بريباريشن. ف
فهو كاتب هنا اللي هو تراي سودوم سيتريت اللي هو انتي كوجولانت، كيف بدك اللي هو 3 8 في 10، كيف بدك تعده، كيف بدك تحطه، الجرامات قديش توزنها، التعليمات، التوزين، الاذابه، تسخين وما الى ذلك. بعد هيك بنيجي في الصفحه الثانيه، هنا نفس العنوان وهي نفس الرمز، ولكن هنا لاحظوا انه كتب بيج 2 سيجنتشر برضه، والتاريخ المراجعه والتاريخ المراجعه القادمه نفس الشيء. بعدين بتكمل اللي هو التست بروسيجر انستراكشنز، هنا بالضبط اللي هو خطوات العمل، كيف تعمل خطوه بخطوه الفحص هذا. في الصفحه الثالثه نفس القصه، السيجنتشر والرمز هو البيج 3 والتاريخ. هنا كاتب اللي هو ريبورتنج انتربريتيشن ريزلت اللي هو النورمال ريفرنس انترفال. في حاله الانكريز فاليوز اوف اي اس ار ايش يعني اللي هو هنا الانتربريتيشن، في حاله انخفاضها ايش يعني. في بعض الملاحظات سبيسيفيك نوتس، في بعض الملاحظات اللي هي السبيسيفيك نوتس برضه بدك تذكرها وما الى ذلك. في انترنال بروسيجر اللي حكينا اللي هو المينتنس وما الى ذلك، فذاكر هنا الانترنال كواليتي كنترول بروسيجر اند سورس اوف ايرور، ايش الاخطاء اللي ممكن تتعرض لها بانواعها وايش الاسباب اللي بتسبب هذه الاخطاء، وكيف انك انت تستخدم الكنترولات بطريقه صحيحه. وهنا طبعا في الاخر كتب لك الريفرنس اللي هو جاب منها المعلومات اللي هي تعتبر مهمه. هذا يعني المثال 3 صفحات بناء على الفحص الـ ESR أو الـ Suicide Segmentation Rate، فهذا مثال جيد يعني تطلعوا عليه وتعرفوه، ويبين معك تطبيق عملي للي إحنا بنذكره. هذا بس للتوضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.